هاي الصورة، علشان بحس إنه أوقات الموسيقى بتحسس الإنسان بالسلام الداخلي أو بالسلام العادي كسلام. حطيت هاي الصورة لأنها بتعبر عن البراءة والسلام والبساطة وكيف الناس بتحب بعضها، ودائماً الصور اللي بيكون فيها وجوه بتجذب الشخص. مخيم من قضية ان الرصاص حي مش عيارات مطاطية، عن بنت شرطة بادو جنائية، القضية مش حمليتنا، انا حامل القضية. احنا منبلش بالتحية والسلام والاحترام لكل واحد بيسمعنا باي مكان وباي زمان. حسيت فيها هيك ايام جدودنا كيف كانوا، كيف بحبوا بعض، كيف في سلام داخلي جواتهم، بيجتمعوا دائما ليكونوا مع بعض ويلعبوا وينبسطوا والضحك تطلع من القلب. فحبيت هاي الصوره لانه فعليا فعليا بتبين الخير، بتبين السلام والمحبه والموده. انا اخترت هاي الصوره لانه بحس انه كل ما اقتربنا للطبيعه وللخضار بنرجع لأصلنا الطبيعي واللي هو أصل مسالم ومحب ومرتاح، فعلشان هيك اخترت هاي الصورة. أنا اخترت هاي الصورة لأنها بتعبر عن السلام من خلال الألوان فيها، فيها كل الألوان اللي بتخلي الواحد يشعر بالراحة. لون السماء لون الخضار، تخيلت حالي قاعدة فيها وحسيت كتير شعور حلو، شعور راحة. بناء على انه لازم نفك قيودنا كلنا، نتحرك بسلام وبامان، واذا عندك فكره تثبتها للناس وتكون انت قبل اي شيء.